ولايات الدولة المختلفة. إذن توقعاتنا إن شاء الله. ولاية المسيلة وفرت كل الوسائل البشرية والمادية للانطلاق في عملية الحصاد، واليوم أعطينا انطلاق الإشارة لعملية الحصاد. كما يخفى للجميع أن ولاية المسيلة في السنة الفارطة قامت ببذر مسافة 53 هكتار وسنة في هذه السنة، سنة 2024، بفضل مجهودات الدولة وبفضل قرارات السيد رئيس الجمهورية لتعويض الفلاحين، خاصة اللي تسببت لهم يعني في يعني الكوارث الطبيعية اللي عرفتها البلاد، عرفت بذر ما يفوق 63,000 هكتار، وهذه المساحة ستدعم قدرات التخزين، خاصة قدرات الحبوب على مستوى ولاية المسيلة. ونتوقعوا هذا السنة نتوقعوا يعني عملية الحصاد اللي بيقارب 300,000 قنطار هذه العملية، لأن الظروف كل مهيئة. التمسنا عدة أمور تحفيزية من طرف السلطات العليا للبلاد من خلال التعويض المجاني للحبوب وأيضا الأسمدة جراء الجفاف للموسم الماضي الذي مس الفلاحين. إذن اليوم ولاية المسيلة تحصي مساحة مزروعة تقدر بأكثر من 63,000 هكتار، وهي في الحقيقة الهدف كان تجاوزناه والحمد لله بفضل تضافر الجهود وبفضل الوقوف الميداني لمختلف نشطاء في القطاع.